الوضع نتاع البرج قليبيا أصبح مقلق جداً، والمواطنين هنا في قليبيا والمجتمع المدني وكل الجهات أنها فعلاً قاعدة تلاحظ أنه كل يوم معناها البرج قاعد مهدد، وشيء خطير ياسر اللي قاعد توا يوقع، أنه تشققات كبيرة كل يوم ثم أحجار قاعدة تسقط منه. ولينا نشوفوا في حاجات غريبة في البرج، تشوفوا هالأعشاب هالشجيرات هالأشجار كلها اللي في سور البرج اللي هي تاكل فك النسيج ما بين الحجرتين هذوكما، تتغذى منهم ومن بعد في الآخر تخلخل البناء اللي كان قبل مرصوص باش يولي مخلخل ويسقط. منها مثلا في 2015-2016 فما سقوط ركن كامل من البرج، من بعد جات مشكلة دار الثقافة وجاء الوزير لهنا وطلبنا منه باش يجي يشوف البرج، وجاء شاف البرج وأذن بإصلاح، وجاء زوز عملة صلحوه في غياب كلي للمتفقد بتاع التراث آنذاك والمعهد في شخص مديره العام، وصارت مرمى كأنك في إسطبل تاع أبقار ترمم في جزء منه. حالة يرثى لها والناس مهدة، معناه أنه زوار يجيوا وضيوف خاصة تواصيف معناها يجيوا بالمئات وبالألاف، أنه وارد جدا أنه تكون عائلة هي وصغارها ماشيين وكذا تنجم تطيح عليها حجرة. البرج في بناية متداعية للسقوط وصارت ومتأكد منه، وعندي حتى التاريخ متاح، جلسة مشتركة بين الجيش وزارة الدفاع والمعهد وقروا أنها تقع إزالتها، وإلى يوم الناس هذا مازالت. يعني كي تجي تشوف تلقاه من الناس هذوما قليبيا ماهيش في الرادار نتاعها. البرج اللي ورانا ساعة هو أكبر قلعة في العالم الإسلامي، يرجع تاريخه إلى 2500 سنة حسب المؤرخين، منهم المؤرخ ناجي جلول. البرج هذا شاف الحضارات البونية الرومانية البيزنطية الإسلامية العثمانية، من بعد تسجلت فيه أحداث حربية مع الإسبان، من بعد الإنجليز قصف مدفعي بحري ضد الألمان اللي تحصنوا بالبرج هذايا، من بعد الاستعمار الفرنسي اللي نعرفوه من 1881 هو موجود لهنا وعامل منه قلعة للطائرات العمودية متاعه في الفترة الحربية الثانية. إذن برج قليبيا ضارب في التاريخ. سؤال يطرح، علاش أنك قاعدة الوزارة أنها ما هيش متفهمة تحرك المجتمع المدني في قليبيا والمطالبة بالتدخل السريع لإنقاذ البرج؟ احنا هذي اللي ما ناش فاهمينه التو. ثم ناس أنه قاعدة في البيروات تخطط وتصرح الوسائل الإعلام وعنا التراث وعنا التاريخ ونحافظ عليه وإلى آخره، لكن في الواقع ما ثماش أكبر دليل على ذلك أن برج قليبيا أصبح فعلا مهدد إذا كان ما يقعش تدخل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نقعدوا على طاولة مشتركة، الولاية والبلدية المنتخبة الجديدة والمجتمع المدني والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والإدارة العامة بالوزارة، توا نخرجوا البودجي وزارة السياحة ما ننساوهاش، ثم فما دي فون قاعدين يجيو من برا، إيش بيك شوية يجي لهنا؟ مشكلة؟ ماهيش مشكلة. يعني لو كانت فما الرغبة السياسية باش نصلحوها المعلم هذايا توا يتصلح وتو يولي يجيب الإضافة القيمة المضافة لقليبيا ولتاريخ قليبيا، وتاريخ قليبيا ما يقتطعش من تاريخ تونس. كي يتصلح هذا اللي في بنجدان يفرح واللي في تبرقة يفرح.